تعرف في كم عربية تحت؟ فيجي 50 عربية ركنة ما بتتحركش، اللي بيركن بالأسبوعين واللي بتركن عربيتها بتمشي مع صاحبتها بالذمة. ده مش حرام؟ ترضي مين الركنة دي؟ بدل ما تركنها اليومين وتدفع اليوم 150 و200، ممكن تشغلها اليومين وتجيب لك 500-600 جنيه. دلوقتي مع درايف تقدر تأجر عربيتك بالسعر اللي تحدده للمدة اللي انت عايزها، بتأمين شامل من شركة أكسا، وكمان هتستلم فلوسك مقدم. مع درايف شغلها.